كما حدث كا حاران كا سواء كان حدثه أكبر أو أصغر محان كل هذا يوس حدث كيسو ها هذا مدير أم لو مدوين ها هذا بشيخ يوري وهناك وحكرا يقول أهبولي أشياء شيال يقتص كجار تحريمها إن أوقف سنيو بمن هو محدث حدثا أكبر لبقى حد أم لبقى يبدأ يشيخ أقيلي وحيابها أنا بنانين مزاولة ده أم بمحام كل هذا قادتان كده باستعمال كده لبقى حد وحي كلمهم بشيخ يوري قيب هدي أدوي سقف أنا اللهين يهدد جنوب تهيبا وكحرة إن عاد استعماله أو عتابته أم بعد قاده أم بعد سميسه قيد نوع حشية خيولي حدث كير والله جاي الله استعمال كرتاه لكن هدي حدث أكبر الجناب قبته استعمال كتير وكحرة نوع حشية خيولي يهين فالأشياء بسهرة الشيخ هذا الشيارة التي تسو تحرم على المحدث محدث حرام كأه أي الحدثين لبدا حدث ب أم بلا بدا حدث ويسال أنت أه ير حدث الأصغر يحدث الأكبر عربي البحر علوم أكلا يقانان لبدا الشيء حدث كير إيه كوين ب أشياء أن قفك وأقلين أي شيخ يوسف الرئيسيين وحانا أكبلاري أكوكل يا شيخ مصر المصحف الشريف إن أقفك هدي أو طهارة قريب إن أن تابن كريم كتاب القرآن فلا يمسه مطابا يقول المحدث وفك أن ظهر قبني بدون حائل أصاب أن وحبك حكم كتاب القرآن كأه مطابا كرام بمصامين يمشيط ليه لقوله تعالى كان وحاود لي لم الشيخ ليه لا يمسه إلا المطهرون إلهي أي آية القرآن مشوك ليه مطابا كتاب القرآن كأه قال ظاهرة ونظيفة ومحان كل هذا قلبي جودة يجيب كودة يمحان كل هذا حسي جودة بالله وده بقى إداه اللي مو يعني عد كلام طابة تبو شيخ إلهي أي الشيخ لي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها وقال كطاهر أبو الشيخ لي هي هذا تفسير كائن الرعنة أي تهي جناب يحد محان كل هذا غير كذب وقال كطاهر أي طابنا أبو الشيخ لي هي على القول هذين قول كرعنة كله والله بقول أي علمان كفصيلا آيات المرحة الله مرأي معنى هذا أما تفسير كذا الله بحين آيوه لا يمسه إلا المطهرون علماء قال روحي كنت قيانا أي ليهم وعد قالاء أم بكفار أي إلهي ليهي مطهر كران ونجاس ويان أي قصدي آيات القرآن كيه هراء كلبا إن شيقين إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا سآيات كاسر عضين أيام وإلهي اللي يهم تدك مشركين تيواني جاس يعني أسول واني مسجد كحرام مسجد الحرام كا سيدا علماء دقار أيها وحي كتبية آيات النوع حي تماما ينفوع اللي مصحف كما قادم كرام وصدك النوع عاصة تدك مسلمين تأيب نجاس من نقضان لو بنبجي نكرو لكن قول كلابات أيها سنونا في اللي يهي قفكم هدي آن طهارة قبل كتاب القرآن كما قادم كرام يتر شيخ قول كاس أي راعية وهناك هكا وحي شيخ من يرى وحكوت تقول قال أرجع لنا أن المراد بهم الملائكة الكرام إن أي تهي عند محام كل هذا لا يمسه إلا المطهرون وطابنا يلا نروح المحفوظ كما في لقصة دشي ملائكة إن أي تهي قالوا أرجع يا شيخ ولا يهي على العموم إن هو هدي نسوق بالجبن شيخ وقصد لشان يعني أيضا هدي قف وجناب قبو أم بقى أنو يسقري إن أنا كتاب القرآن كتابن بدون حائل أصلاً كتاب وحبه وبعد حينين وحتى لو فسرت هذه أن تفسر نبوي الآية بأن المراد بهم الملائكة هذين تعرها عن الشيخ لي فإن ذلك وحتى تلمامسة يتناول البشر بدلالة الإشارة تألفت الكيدا أي إن إشارة إسا أما الدلالة إن تصير إسا إن أن كتاب القرآن كعد ظاهر ما ينعد كلتاب كريم وكما ورد في الكتاب سيد كتاب بصعر الذي تسأل كتبه قري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قري لعمر بن حزم كتاب قري قوله قدر دارمي كتاب آيات قرآن بقرآن قري أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم دب تنظر دارك أسيني كتاب كامر قولي بيوحي أحد لا يمس المصحف إلا طاهرون كتاب كمصحف كقرآن كا
يي تابنين تطهارة قبل أن بمحام كل هذه طاهر مويانة رواه النسائي وغيره متصلة إمام النسائي يوري بمحام كل هذه صراحة بسكة متصلة. قال ابن عبد البر شيخ لا ابن عبد البر أي وحولي إنه أصور شيئاً يحاله أشبه حديث كاسبوح شبه المتواترة لتلقي الناس له بالقبول إن أيدتك أقبلين متواتر إن يهي وأيدتك أقبل تانك سعي كسيين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية نوحولي عن منع مصحف أصور وكه الله يدي تانك مصحف كإن لا تعطوه لغير المتطهر قفك متطهر كي أن طاهرة تقنين كتاب كتابته سوى كهذا يوحولي هو شيخ ابن تيمية هذا يوحولي هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب كأئمة أفرطة أيا اسكتري وقبة إن أن كتاب القرآن كان لتابا كريم هذه قفك أن طاهر أهين. وقال ابن هبيرة وحول الشيخ قال لها لنا في الإفصاح أجمعوا وحق أجمع عمبولة سوى كهذا يأئمة أربعة أفرت إمام صور كهلايا يعني الأربعة المتشداية وحا أي إجماعين أو أي سوء اتفاقين بولي إن آن لتابن كريم كتاب القرآن أنه لا يجوز للمحدث نفس المصحف إن آن أبنانين تاب الشدى مصحف كقرآن كأه قف آن محام قرها الطاهرة حين إنه تعطوه انتهى كلامه شيخ إليها ولا بأس شيخ لي وحكيلكم الصبنا أن يحمل إن أحنباره غير المتطهر المصحف قف أن طاهر هين المصحف كأنه قا حنباره وحبيبكم الصبنا من غلاف أو كيس من غير هدي أنبأ كيش كتيره أنبأ وغد حيان إن أوقفك قاضة وحبيبكم الصبنا أبو شيخ لي هاي من غير أن يمسه أو أن أصب كتاب كلفتي ستابنا هين. وكذلك سلاسة كلام الشيخ لي لا بأس أيضاً وحبيبي أنا لك السنين أن ينظر فيه إن أوقف القرآن كقرآن به سلطة راعه ويتصفحه وصفحات كيسة أو محمد هو أن قعبه سهن كروك روبه من غير مص هذا يقف الكتاب وهل قعبه وإنه سأوك إيجينا أيضا نوح إبقى أم بوح كسوغا وإباتي متر تأذي الشيخ اللي هاي هل كان الشيخ اللي قفى حي تابتانك إنا لتابن كريم كتاب كمصحف كقرآن كأف أن طاهر أهيني ويحرم شيئا لبات إعصقنا حاران أه إن لا تابتا أي حاران تهي بوا الشيخ وحولي وقفك محدث كأه حارانتا كأه أي أهبولي الصلاة صلاة أي أيضنا حارانكا أه قفك إن أصمي صلاة فرضا أو نفلا هذه أي واجب تهي هذه أي سنة تهيبا وهذا تاسين وحول الشيخ بإجماع أهل العلم لما أهل العلم بأعلم وحسو اتفاقين أو أي سوافقين أو إجماعين إن أن قفنا السمين كان صلاة إلا أصدق طاهر مياني صلاة سيان بصنها أهاتو أنبا محام كل هذا صلاة محام كل واجبها أهاتي هذا إذا استطاع الطهارة ولكن هدي أود قفكاسي واستطاع يكريتان أولي هاي طهارة وحدي عكر تقف بكاني إن أصدق نجاس تكدع سبع أو أن نجاس دي سؤاني سولي بكري كاسي أصدق شروط وكبحية ومحام كل هذا أحكام كلا يمحام كل هذا أحكام كلا يكون دليل سؤال راعيسة لقول الله تعالى وحان أدري لبو لقفك إنا نسلاة كنكرم الصغة الطهارة قبل مويانة يا أيها الذين آمنوا إلى هيري هو إيمان كلاك هذا يوم إذا قمت مكا أقعدا إلى الصلاة سلاة فاغسلوا ما يلبو يلي وجوهكم وجيدنا وأيديكم يقعمهنا إلى المرافق إلا سحر الله مايلا ومصحوا ومصحا برؤوسكم مدحيدين وأرجلكم إلى أدمدي النبا مايلا ومصحا إلى الكعبين إلا قنف يد مصحا وإن كنتم هدئاتهم جنبا قاهطبا محامكم هذا الجنابة قبنا فاتطهروا طهارة قاطة ومحامكم هذا الجنابة فطهارة قاطة والله ماذا طهارة ويند محامكم هذا الوحي لهم طهارة قادنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحو كل حسكلة لا يقبل الله صلاة بغير طهور الله ما أقبره صلاة محامك لهذه أن محامك لهذه الطهارة أن محامك لهذه أن ويسا قبلهين وقف بلا طهارة
الله صلاتك ما أقبل رسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بحديث كان صوصاري أولينية وغيره يقين كيبا وفي حديث حديث كلا أي رسول كبير صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضع قف أي ويسالي كتبتي أما طهارتي أي كتبتي صلاة ديس إلهي ما أقبله إلا يؤكسه ويسيسه ويسقاته يعني فلا يجوز حضب مبنانا له أسر قفك أو مبنانا أن يصلي إنه تكذو من غير طهارة طهارة لأن مع القدرة عليها الصدق كريكرا وودكرا إنه طهارة قاطو مر نضع مبنانا إنه صلاة صمي وأتكذ صلاة ولا تسح صلاته هديه صميينا صلاة دي سلام أقبليه من أصحيصه سواء كان جاهلا حدو حتى جاهل كيهي سلادي سلقما أقبلايو أو عالما حديو أبيهي يهديو جاهل لما أكبسو كان يهيبا لبضا مد نبا سلادة قفصا يهي أصبهم ويسقبين أصبه إلهي كما أقبلايو الشيخ ليهي ناصيا حتى هديو اللوبي أو أصبه بلا ويساء وسلاته كريم أيضا لقما أقبلايو الشيخ ليهي أو عامدا أبو أبو أكسيبا أصبه لقما أقبلايو بولي لكن هصي شيء العالم العالم قف قرنية أقوان تقول تبتنا كس أنبوغان وتكدي السجى واحد دشي سأه إذا صلى مركه وتكدو من غير طهارة ويسال أن هدي وتكدو أنب طهارة أن هدي وتكدو يأثم قف كسود بابية ويعذر وأن لا تعذير يقف كجناح أي الوقف لنا يا هدي دولة إسلامية تقول صدا سمعيو وإن كان جاهلا هذه هضبة أسوق جاهلة وصلاة تكذب غير طهارة ويسأل أن أنبم حام كل هذه طهارة لأن هذه تكذب أو ناصيا أن أسوق إلا بي فإنه أسوق لا يأسكم قفك أسيلا بلا قف يتكون من جنبابيان لكن محال لا تصف صلاته يوحد بي بلا قف مقاضيان قفك هذه الناس ويهي أنب أن أقول لهين أو صلاة سنية أسوق بلا ويسأل واحدا بيكر كيسا ماءها لكن ماشا تعالى وحاوي إن أن سلادي سي أملسو أن لا أقبلهين وأن سلادي سي أني أنصح أهين هل كان الشيخ وحوك قبحي قيب طلبات محام كل هذا أن قفك أبنانين أصغون طهارة قبل إنو سمعيه وحاوك أنه قلية قيب تصدحات أيضا كحاران تأقفك أن محام كل هذا طهارة قبل يحرم وحا حاران كأه على المحدث يقفك المحدث كأه الطواف بالبيت العتيق إن أوقفك سطوافه بيتك عتيقة مسجد الحرام كإنه طوافه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وحاول دليل أبو الشيخ ليه هذا الكي رسولك صلى الله عليه وسلم وكوري الطواف بالبيت صلاة بيتك أولا طوافا أمبك عبد أولا طوافا صلاة أي كدق أنت صلاة أي لم يتهيوش إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم إلا وحكى قد وانت هنقول أن الله إلهي أبا حوح إنه بني فيه أسقى طواف كالإحديثة الكلام إن أينه هذا الله لكن صلاة هذا الكهدل كأي حاران كأها الطواف كوح السلاة كقد وانت هو قول وحويا إن أوقفك هذي كرده كقد وانت هي هو الصلاة سلك أيو نبي هي وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي دونه ويسقاطي للطواف طواف كأيو ويسقاطي وصح وحنا كان صحيح أنه أصل صلى الله عليه وسلم أنه أصو نبي شأن يحال منع إن أديني الحائضة كبرني حيد كله إن أديني من الطواف بالبيت إن أي من محافظ عليك عبادة طوافه أي كان صحيح أنه رسول صلى الله عليه وسلم كبرني حائضة هي إن أديني حتى تظهر إلا أي كسو الطاهر نظنيسي كل ذلك وحيابها صورني مما يدل على تحريم طوافي على المحدث حتى يطهر وحيابها أن صورنا أولا وحينا تصيني أدلة عدين إيسا إن آني إحبناني قفت إنو الصميريها دي آن ويسقبي إن آن طوافي من كريم ومما يدل على تحريمه وحيابها كالإيه إن تصيني إن حاران تحيق مقفك طواف كعبض إنو طوافه على المحدث حالة ويهم محام كل هذي آن ويسقبين حدثا أكبر حدث محام كل هذي حدث كوين يكا يربى قوله قولك وإلهي كلي يا أيها الذين آمنوا والكوى إيمانك لقيها ريئا بإلهي رمي يوم لا تقربوا الصلاة سلادة حبواننا وأنتم سكارى
حالة آتيهين هدي آسر خانسان تيهين أمبا آخم رقبتان سلادة هو إوانين الإلهي يلي حتى تعلموا إلا أوحك لقرتان وقلبيين يمحان كلهاي عقلين وصولاتو سلادة هو إوانين الإلهي يلي ما حتى تعلمون ما حتى تعلموا ما تقولون إلا أقرتان وحا آليهين سلادة هو إوانين وحا أكبرين الإلهي يلي ولا جنوبا حالة آتيهين قار جناب قبنا أيضاً سلادة هو دواننا إلا عابر السبيل إلا آتهين عابر السبيل الكاوحة لقاها الله يا مساجد كي حتى هو دواننا إلا إذنكو إنتا كان إنك بشان طريقها وقلح قدبا يوعد عافي يمو يعني مركا وحا شيء قبناني إن أوقفك هدي ومساجد كان إنك سوق لكن اللبان وليه يعني إن أوحالك كان سوق لكرا لكن سوعد وقلح عافي كرو إيه قلح لقان كيف مساجد كان آياداً الدليل الطهي حتى تقتصروا إلا أصوم إلتان أو أصوم طهارة قادتان مو يعني مساجد كينها كنا قاننا سلادنا حتو كنين آيات كاس أيا أدني لغو الشيخ اللي هاي آيات كيبو الشيخ أصوم سيفة سيرا يوحينا يقول لا تدخلوا المسجد والمساجد كهجلنا وأنتم جنوب إذنكم محاكم هضايين محاكم الجنابة قوة إلا مارين طريق إذنكم قار طريق وقبض بايا كتلقان يمو يعني وقبض بايا مساجد كمو يعني فمن يكون من دخول المسجد دي ديتان كمساجد كلود دي دقف كاسمه قاله لبقاء إنه كنا قاعد فيه أسرع يقتضي وحي كان سنة ساعة كوب سنة ساعة ولا شيخه منعه من الطواف من باب الأولى إن طواف في مساجد كلود دي دانا وشيء كسي مضق وكسي أولى سمو شيخ اللي هاي وهذه الأعمال أعماش أعلمينة تحرم على المحدث قفك أهم حمرة طهارة قبل حرام أي كتهي وشيخ ليهي سواء كان حدثه أكبر أو أصغر ويسقم حامل هذه الطهارة دي ساس مدير أما من وين هبقى هاتي إيه تيدون تها هاتي وحالا أعماشا أي نصور شيخنا أعطن وحاقفك كحارانا إن آنو سمين كريم انتاس أعطن لكن نوحي نوغد قلي يا شيخو قيب تي لباد أي حارانتا كأحيد قفك محامل هذه الحدث كوين وكلي حارانتا كأحيد وأما الأشياء مشيخو لي التي تصوت حرام على المحدث قفك المحدث لا حرام تكاء حدثا أكبر حدث كوين حرام تكاء خاصة تصوء خاص آسقا فهي وحاكم أهل الشيخ اللي هي يحرم قفك وحا حرام كاء على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن قراءة